تذكر إلا الأعمال. طابت أوقاتكم مشاهدي الأفاضل، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة أخرى من حلقات برنامجكم هذا بطعم الإنجاز. الاختراع والشباب، تلك همم الشباب، الهمم العالية، تلك همم الشباب الذي يأرق لمجرد أنه يريد أن يصل إلى نقطة ما، إلى قمة ما، إلى حل ما. الشباب وهمة الاختراع هو ديدن كل الشباب القارئ العالم المتعلم الذي وهبه الله هذه الروح التواقة. لمناقشة هذا الموضوع معنا الأستاذ الدكتور يونس القرفة البقالي، وهو أستاذ باحث بالتعليم العالي حاصل على جوائز عدة: الميدالية الذهبية للابتكار والاختراع ICANN، وميدالية ذهبية أحسن اختراع من طرف إيفيا، والميدالية الذهبية بأمريكا إمبكس، والميدالية الذهبية بكوريا الجنوبية بيكسبو. كل هذه الألقاب وكل هذه الميداليات لها ما يبررها. أستاذي الفاضل، مرحبا بك. مرحبا أستاذ نجيب. طيب، ربما وجدت صعوبة لأخترقك ولأتحدث مع شاب في ريعان شبابه مثلك، حاصل على كل هذه الألقاب العالمية التي رفعت راية المغرب خفاقة وعالية. حدثني في بداياتك، كيف كانت كلمة الاختراع تنفذ إلى أعماقك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المخلوقات والمرسلين. أولا، كلمة الاختراع يعني جت هي أو مفهوم متدرج عشت على مراحل، يعني بحيث فاش كنت في المرحلة الثانوية كان عندي مجموعة من كنت دير علوم رياضية، كنت كنقوم بمجموعة من المحاولات يعني لابتكار أشياء جديدة بسيطة، يعني قصد يعني إما التسلية أو الاكتشاف أو التعلم، وبالتالي هذا المفهوم هذا بدأ يتعمق شيئا فشيئا، وزاد تكرس هذا يعني هذا العلاقة مع الابتكار اللي بغينا نقوله مع التوجه الدراسي الأكاديمي، بحيث درت الإجازة في الفيزياء. نعم. ودبلوم الدراسات العليا المعمقة كذلك في ميدان الفيزياء، والدكتورة كذلك جات في ميدان الفيزياء، وبالتالي لقيت المتنفس ديالي في نمارس داك اللي بغينا نقوله هذا الفضول العلمي ديالي، وكان يعني كان الأعمال الأكاديمية ديالي تصب يعني في 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 إبداع أشياء جديدة، ويعني تخرج عن النمطية أو المقالات العلمية النمطية الأكاديمية. ممتاز. بل ويعني إبداع أشياء جديدة يمكن الاستفادة منها أو استثمارها أو يعني تقديمها للطلبة يعني كوجبة دسمة ممكن الاستفادة منها أو استثمارها. طيب، هذا عن الأرضية. محور هذه الاختراعات ولو بإيجاز لنبسطه للسادة المشاهدين، ما هي الحوافز التي جعلتك تتخصص ربما في كذا اختراعات؟ الحوافز، اولا باش نتكلموا على الحوافز غادي نمشيو نناقشوا يعني ان الحوافز تكون اما داخليه او خارجيه. طبعا والاهم هو الحافز الداخلي. طبعا يعني لما كانش الحافز الداخلي رغم وجود حوافز خارجيه ما يمكنكش تستمر في هذا الميدان. نعم. تاتي الحوافز الخارجيه لتبرز الحافز الداخلي. هذه الحوافز الخارجيه كيكون يا اما تشجيع مثلا منذ الصغر من طرف الوالدين، كيكون يا اما الاعتراف المعنوي، وقد يصل إلى الاعتراف المادي أحيانا، وكذلك يعني إنسان يعني كيوضع واحد الصورة لنفسه أو كيتبت ذاته عبر تحقيق يعني مجموعة من الأعمال العلمية. إذا هذه كلها كتأتي وكتصب في الخانة دي الحوافز اللي ممكن تساعد الطالب أو للباحث. طيب، ما هي هذه الاختراعات اللي نبسطوها كذلك للشباب ديالنا ونزيد نحفزوه، يعني في أي مجال بالضبط اخترعتي، ثم إشنا هي الإضافة النوعية اللي زاد هذا الاختراع ديالك للإنسانية؟ ما غاديش نقول المغاربة بما أنها جوائز دولية، ولكن نقول للإنسانية. طبعا بالنسبة للاختراع ديالي هو كيصب في ميدان الفيزياء، وبالضبط في ميدان الاتصالات الإلكترونيك تيليكومونيكاسيون، يعني الإلكترونيك والاتصالات.
وببساطه باش نعرف هذا الاختراع. هي مجموعه من الاختراعات ولكن كان ابرزها اللي من خلاله يعني توجت وتلقيت مجموعه من الاعترافات الدوليه هو واحد الجهاز الكتروني يتشكل اساسا من هوائي، هو هوائي قابل للتشكيل يشتغل في ترددات الجيل الثالث والجيل الرابع وقابل للتكيف مع شبكات الجيل الخامس للهواتف النقاله. ويمكن ادماج هذا الجهاز في الهواتف النقاله، في الحواسيب، في اللوحات الالكترونيه، وفي جميع الاجهزه التي يعني يمكن ان تتصل عبر الانترنت. ومن القيمه المضافه ديال هذا الاختراع هو انه قابل قلنا يشتغل بثلاثه ترددات مختلفه، وانه يعني باش ينتقل من تردد لتردد ما كيحتاجش انيطاج الكترونيك سيليكتيف ولا فلتر، هو ذاتي يعني انتقال نعم يعني من خلال داخل هذا الجهاز حاولنا ندمجوا اجهزه الكترونيه ولا مركبات الكترونيه بسيطه من خلالها يمكن انتقال من ترددات الجيل الثالث 3 جي الى 4 جي الى 5 جي. واشير هنا الى ان تردد الجيل الخامس او لا 5 جينيراسيون اللي كتعتبر البنيه التحتيه الاساسيه للتكنولوجيا ناشئه تسمى الانترنت دي زوبجي والانترنت الاشياء. اذا هذا في المستقبل، في المستقبل يعني ان شاء الله قريب. استبقتم واقع الاختراعات والتواصل بصفه عامه. تمام، يعني كان هذه من بين الميزات ديال هذا الجهاز انه يجمع ما بين او نقولوا مخضرم، يجمع ما بين الجيل الحاضر وال يعني الترواج الذي سبقه، ثم سوف يتكيف ان شاء الله مع ترددات الجيل الخامس المستقبل. الان انا اتحدث معك ليس كمغربي ولكن كفضولي من قارة ما أو من دولة ما، ما هي كذلك الإضافة النوعية التي أضاف لهذا الاختراع؟ واش كان العالم كله ينتظر سيدي يونس لكي يخترع هذا الاختراع، أم أنه فقط تكملة أو موازاة أو شيء عادي بالنسبة للغربي أو للآخر؟ في هذا المجال بالضبط ديال الاتصالات وميدان الاتصالات، يعني العالم أو يتطور بشكل رهيب، يعني كل يوم هناك تسارع. يعني انا كنشتغل في هذا المجال، هناك كوري وهناك ياباني وهناك يعني جزائري، كل يشتغل في نفس الميدان لانه ميدان يعني اولا غونطابل، يعني عنده واحد الارباح ولا يعني يدير يعني ارباح. ثانيا يعني يسهل او لا يساهم في تسهيل العيش، نمط العيش والتواصل، وبالتالي يعني يساهم في تقدم العجلة الاقتصادية وكذلك الاجتماعية إلى غير ذلك. طيب على مستوى التصنيع أو هذا يعني تسجيل هذا الابتكار، الملكية الفكرية، هل تم ذلك بطبيعة الحال أولا؟ نعم تم ذلك أولا على المستوى الوطني ثم على المستوى الدولي. طبعا الوطني البلومبيك ثم نعم. المستوى الدولي وايبو نعم بسويسرا نعم. طيب الآن هذا ملكك لن ينازعك فيه أحد. طبعا على مستوى المادي هذا ليس فضولا ولكن لنشجع شبابنا على المضي كذلك في هذه الميادين. المستوى المادي هو مدر لبعض الأرباح أو لكثير من الأرباح؟ للأسف يعني بالنسبة لهذا القطاع ديالنا ديال التكنولوجيا في البلد ديالنا الحبيب، يعني ما زال يعني نقول إن يعاني من هناك مشكل، هناك خلل، يعني الاستثمار أو المستثمر يتخوف ربما من تبني مثل هذه الاختراعات أو هذا سميتو، بل نجد أن التوجهات الاستثمارية تتجه نحو يعني الاستهلاك إلى غير ذلك. ورغم أن كان يعني محاولات أو كانت بدايات لنقاشات حول يعني استثمار هذا الابتكار، كانت يعني نقاشات جدية لكن لم تستمر نظرا لهذا التخوف. طيب نمشيو الآن لأمريكا، حاولت نقلنا المشهد وإن كنا تبعنا المشاهد كلها وصفقنا لك وشفنا حضور شاب مغربي في هذه المحافل، يعني كيف تقبل الأمريكيون حضور مغربي عربي مسلم في هذا المحفل وبهذه الثقة وبهذا الحضور المتميز؟ في الحقيقة هنا غادي نتكلم على أول مشاركة ديالي بكندا قبل أمريكا. كنت مشيت يعني كذاك الساعات مازال كندير البحث ديالي في الدكتوراه، مازال كطالب ديك الساعات. كان واحد النوع من التخوف، يعني أن غادي نوقف قدام يعني دول عملاقة
في ميدان التكنولوجيا وغادي ننافسهم. دونك انا بالنسبه لي كان واحد الحلم انني نوقف معاهم ونتناقش معاهم، يعني كان مجرد المشاركه ديالي معاهم كان شرف في حد ذاته. فاش مشيت لتما لقيت انهم اناس متواضعين، حتى هما كيسولوا، حتى هما باغيين يعرفوا، ما كيهتموش بالجانب الاخر، شكون انت، واش عربي، واش افريقي، واش شنو المردود ديالك، شنو انت كتقدم للعلم، شنو كتقدم للانسانيه. اذا لا جنس ولا دين، فقط المنتوج، فقط الذي يتحدث المواضيع، لدرجه انك يعتبرك كتحس براسك تما بحال شي سفير او سفير دوله او وانت سفير كذلك. بارك الله فيك. طيب ننتقلوا لامريكا الان. شفنا كندا و امريكا وكوريا الجنوبيه وكوريا، نشوفوا في امريكا كيف كان كذلك الحضور، وننتقلوا لكوريا باش ناخذوا واحد الخلاصه عامه. بالنسبه لامريكا كان الاسم ديال ليفينمون، الحدث ولا المعرض الدولي للابتكار اللي شارك فيه، كان هو امباكس في دورته 32، يعني ماشي الدوره الواحد، ماشي جوج، ماشي، يعني الدوره 32. وكان عدد المشاركين هائل من جميع الجنسيات تقريبا الاقطاب، يعني وكان المغرب هنا كيمثل البلد العربي والافريقي الوحيد اللي كان في هذه الدوره في امريكا. نعم، 32. وكان هنايا في هذا الحدث هذا كان المغرب ممثل بواحد الفريق اللي كيمثل جامعة محمد الخامس بالرباط، اللي في حد ذاتها كتمثل المغرب، هي الممثل للمغرب في هذاك الحدث. كان يعني من خلال مجموعة من العناصر، وكان عبد ربي كذلك من خلال العناصر ممثلة، وكان تمثيل مشرف شكلا ومضمونا للمغرب، بحيث تلقيت ميدالية ذهبية من طرف لجنة التحكيم، وكذلك هناك الجمعية الرومانية أورو إنفنت التي أعجبت أو يعني عبرت عن إعجابها بالابتكار، ويعني أعطتني يعني شهادة أو شهادة تقديرية. نعم. لهذا الابتكار. وختمتها دكتور يونس بكوريا الجنوبية، هذا المجتمع الأسيوي، المجتمع المعروف كذلك بنهم والحرص ديالو على الاختراع أو لغة الاختراع، كيف كان وجودك هناك وكيف كان التعامل؟ تمام. المشاركة ديالي في الحقيقة في بيكسبو عندها طعم خاص ونكهة خاصة. علاش؟ مجموعة من الأسباب. أولا تفاجأت بدعوة، دعوة كريمة من اللجنة المنظمة كيبكو ديال المحفل بيكسبو، استدعتني من خلال واحد البريد الكتروني كتقول لي يعني كنتشرفوا بالحضور ديالك والمشاركه ديالك في خلال هذا المعرض وهذه المسابقه، وحنا كان يعني كنتكلفوا لك بجميع الامور من الطائره الى غير ذلك. فهذا حد ذاته يعني بالنسبه لي انا كيحسك بواحد القيمه مضافه او لا اعتبار يعني معنوي، يعني هذا في حد ذاته. زائد ان من ناحيه التنظيم، ان المحفل هذا البيكسبو من ناحيه شنقول لك، من خلال التنظيم او من خلال المستوى او من خلال الجوده ديال الابتكارات المقدمه، يعني كان من يعني من ابرز ولا ما قالش احسن المحافل المنظمه في هذا المجال. لدرجه ان اميره ديال اظن الا بقيت عاقل دوله اوروبيه، واش كرواتيا او لا، هذا كانت حاضره في الافتتاح ديال المحفل الدولي لقيمه هذا المحفل. زائد انني تلقيت فيه ميداليه ذهبيه يعني في ميدان الطاقه الكهربائيه. هذا الحدث او هذا المحفل او هذه المسابقه نظمتها كيبكو، وهي من اعرق واكبر الشركات الدوليه للطاقه الكهربائيه. وبالتالي كان ماشي نقول كنشكك بانني غادي ناخذ واحد الجائزه، ولكن لشراسه المنافسه يعني كل شيء متوقع، ورغم ان التجربه يعني التراكمات يعني في التتويجات يعني كانت عطاتني واحد الثقه، ولكن كل شيء، لان شفت الجوده الاختراعات ودرت واحد يعني الجوله يعني كتشوف شنو كاين. الان غادي نتكلموا على سيدي يونس كمغربي وسط هذه الحشود، يعني تصور معي العالم المغربي، تصور معي الوطن ككل بملكه وبشعبه وبشبابه ينظر إليك في الإعلام، في الصحف، في الجرائد، في الدوريات، هل كنت تحس وتستشعر بأن الجدية في العلم، الجدية في الاختراع لا محالة توصلك، ولكنها مسؤولية فوق كل هذا؟ نعم. يعني كيف كان شعورك أستاذ يونس وأنت تتلقى هذه التهاني وتتلقى كذلك هذه التوشيحات؟ فعلا رجعت لي سيناجي لواحد اللحظة اللي
مباشرة من بعد التتويج كانت تعليقات ديال المغاربة بواحد الكم واحد يعني بواحد واحد نقول واحد الإحساس اللي فعلا أثرت فيها بزاف. لقيت بأن الناس متعطشة لما هو جدي، أن الناس متعطشة لما هو جدي خلاف لما يعني يروج له من خلال بعض الوسائل الإعلام لما نذكره طبعا الأسماء، ولكن هناك يعني جدية في الشعب المغربي، هناك اهتمام للطالب المغربي، الباحث المغربي، الأسرة المغربية، للمسؤولين المغاربة، فقط ينتظرون يعني بعض شرارات أو نقول نماذج لكي تحتدي بهم ولكي تقتدي بهم ولكي تزرع الأمل في الجيل الناشئ اللي طالع. وهنا غندخلوا البوابات القدوة، فلما شعرتي بهذه المسؤولية شعرتي كذلك ماذا تعني القدوة منذ تلك اللحظة. احكي لنا على سيونس، كيف بدأ تعيش حياته، كيف بدأ تشتغل، كيف بدأ يتواصل مع الشباب الذين يلقاهم ويلتقي بهم. طبعا ماشي نقول الحياه ديالي تغيرات، الحياه ديالي مازال يعني نفس النمط، نفس الشخصيه، نفس يونس البقالي. اللي هو اللي تغير هو الاحساس بالمسؤوليه، الثقل ربما يعني من خلال حتى يعني من خلال التواصل ديالي مع الفيسبوك، يعني ولا ما بقاش يعني 100% شخصي او لا حر كما كنت، وليت كنتلقى مجموعه من الاستفسارات حول الاختراع، حول الابتكار، حول طريقه تسجيل براءه الاختراع، حول هل يعني كاين هناك امل بعد ما تبع الاستشارات التقنيه الناس اللي ما كنعرفهمش، يعني يعني خصني نجاوب على ذاك يعني اخلاقيا خصني نجاوب عليها يعني كواحد الصوره اللي ولا ديماج دو مارك اللي تعطات من خلال لي ميديا. يعني ما يمكنش نعتذر حتى الا اجلت الجواب، خصني نجاوب يعني الثقل وليت كنحس به. الثقل وليت كنحس به، زائد اعطاء يعني من خلال المنشورات ديالي عندي الفيسبوك واللي عندي رسمي، كنعطي بعض المرات يعني رسائل يا اما واضحه او لا بين الصوره مشفره لمن يعنيهم الامر طبعا، من الباحثين الباحثين والى غير ذلك، والى يعني التلاميذ، الى الطلبه، بعد مرات الى الاباء، الى يعني لتغيير الصوره النمطيه اللي تعطت. ما شاء الله عليك. طيب الان هنا غادي نطرحوا قضيه المدرسه العموميه في بلادنا، نطرحوا كذلك المخرجات، يعني يونس البقالي هو مخرج من المخرجات ديال المدرسة العمومية المغربية القحة، رجل بكل المواصفات، مخترع بكل المواصفات. هل يمكن أن نتحدث عن مدرسة مغربية أو جامعة مغربية بحكم قلت الانتماء الفريق جامعة محمد الخامس، متكاملة لها كامل المؤهلات لكي تتصدر منابر عليا في هذه المجالات أو سواها؟ نقدر نجاوبك على هذا السؤال هذا يعني باعترافات خارجية بجودة الطالب أو جودة المنتوج الجامعي المغربي، يعني الطالب المغربي لما كيمشي لبرا اوروبا وامريكا الى غير ذلك يتميز يتفوق، والدليل كنلقاو كاين اسماء لامعه اللي دابا في مختبرات دوليه في لانازا الى غير ذلك، النماذج يقتدى بها، خريجه الجامعه المغربيه. رغم شوف انا دائما واقعي يعني لا اعطي الامل ولا انتظر الغروب، هناك إكراهات إرهاسات، هناك مشاكل نعترف بها لكي نعالجها طبعا، ولكن هناك أمل، وهناك كذلك مشكل ديال أن هجرة الأدمغة، يعني كنلقاو علاش ما كيبانش من خلال بين الأسباب اللي ما كتخليش المنتوج الجامعي المغربي يبان، أن الأدمغة المغربية تهاجر بحثا عن ظروف أحسن، بحثا عن تشجيع أحسن مادي معنوي إلى غير ذلك، وبالتالي كنلقاو أن المنتوج كيتنتج في الجامعة المغربية وكيتستثمر في خارج الوطن، وهذا يؤسف له طبعا. طيب أنت كمغربي علاش ما حدثتكش النفس ديالك بالهجرة؟ لماذا بقيت وفيا للجامعة لأرض الوطن واشتغلت وكانت النتيجة؟ إذا هنا كنقلبوا على واحد لو ديكليك، يعني واحد المحرك بسيط اللي غادي يقلب المعادلة. في نظرك أين يكمن هذا الخلل إنجاز القول؟ لا أخفيك سيرة ناجي، بالنسبة لي أنا لا يغريني التغرب منذ الصغر. نقدر نقول لك كان الحلم ديالي منذ الصغر ينقسم إلى جزئين،
جزء شخصي ذاتي وجزء عام او لهدف عام. الذاتي هو يعني التجويد يعني الاولى، الانسان يشتغل على نفسه على ذاته من الناحيه العلميه الاجتماعيه الى غير ذلك. ثم الهدف العام هو خدمه، تقديم خدمه لوطني يعني. لهذه الخدمه للوطن ماشي بالضروره تكون يعني رفع الرايات في المحافل الى غير ذلك، تقدر تكون اتقان في العمل. وبالتالي انا من موقعي كاستاذ كطبيب كنجار كحداد ممكن نخدم الوطن ديالي والبلاد ديالي من خلال الاتقان، وهذا هو اللي كنعتبره الكلمه المفصليه في النجاح. هناك طبعا اسرار اخرى، ولكن الاتقان في العمل يعني الاتقان يعني يحدث الفرق الكبير في يعني في هنا غنرجع معاك لو باركور ديالك. يعني كنت في استاذا بالتعليم الثانوي وانتقلت للتعليم العالي، شنو هي الرسائل اللي كنت كتبلغ لتلامذتك وانت راجع مثلا وتتلقفوك بالتهاني وبالعناق وبالتشجيعات؟ شنو هي الرسائل اللي كنت كاستاذ كمربي اولا قبل كل شيء ثم كمخترع لهؤلاء الشباب؟ انا بديت كاستاذ تعليم الاعدادي المعلوميات، ثم غيرت الإطار إلى أستاذ تعليم الثانوي في الفيزياء. الحمد لله طموح متدرج متدرج. يعني كنعرف ثم أستاذ التعليم العالي في الفيزياء، يعني كنعرف التلميذ ولا الطالب بجميع مراحله، يعني كنعرف حتى الصعوبات يعني ذاك التلميذ الطالب اللي يكون عندنا في الكلية إن شاء الله، كنعرف منين جاي، كنعرف المسار كيفاش تعجن كيفاش تخدم وصل عندي، يعني عارف الواقع ديالو شنو هو ممكن تتعامل معاه. كيفاش كان التفاعل ديال هذه الاسره التعليميه؟ طبعا كان احتفاء من طرف زملاء من طرف التلاميذ، كان فخر، كنشوف الفخر يعني الافتخار في عيون يعني التلاميذ ديالي، يعني ان الاستاذ ديالنا راه يعني حقق مجموعه من هذايا، كيكون واحد نوع من الافتخار. وكيكون حتى يعني منين كيعرفوني انا كذلك يعني ولد مدرسه عموميه ولد الشعب يعني ولد وسط يعني مغربي بحالي بحالهم، يعني كيعطيهم واحد الامل، لان شحال من واحد كيخطا كيسحب لان قريت على برا او قريت في مدرسه في البعثه او على برا، دونك فاش كيعرفوا بان راه بحالي دوزت واحد الباركور بحالهم، دوزت صعوبات بحالهم في ظروف بحالهم، كيكون امل يعني. علاش لا حتى حنايا كنقول لهم علاش لا ما تكونوش احسن، ماشي بحال علاش احسن. ثم تتعطيك مصداقيه اثناء الحديث، انت تتحدث طبعا يعني وكتعطي لنفسك واحد المصداقيه امامهم طبعا، يعني ينظرون اليك منظور القدوه، هذه لا نقاش فيها. فاش الانسان فاش كيكون عنده واحد المصداقيه كيستمدها من العمل ديالو، راه الكلام ديالو كيكون عنده واحد المصداقيه بحال الدستور مع الاشخاص اللي كيخاطبهم. علاش؟ لان كيعرفوا ماشي مجرد كلام، ولكن عن تجربه، عن يعني انسان جرب عاد كيعطيك نقولوا العصاره او واش حدثتك، اسمح لي دخلت معك شويه الجانب السيكولوجي، هل حدثتك نفسك بان تتقاعس مثلا اداريا او وظيفيا، انا الان صرت كذا وكذا وكذا، اسمح لنفسي بكذا وكذا؟ لا ابدا على مستوى المؤسسه، على مستوى القسم، على مستوى، لا بالعكس، هذه المساله هذه تسلط عليك الضوء، ان يعني التتويجات مجموعه من الامور تسلط عليك الضوء اكثر، يعني اي خطا يعني كيولي مضخ يعني يعني كيتشوف بالمجهر ينظر اليه، وبالتالي بالعكس انت خصك تحافظ على ذاك المستوى، ورفعتي السقف، رفعتي السقف، خصك تحافظ على ذاك المستوى. وهذا وليت كنحس به، يعني ما يمكنليش اي عمل قمت به والا خصو يكون في نفس المستوى ديال يونس القرفال البقالي، سواء يعني كان مهنيا او انسانيا او لا، خصك تعطي واحد الصوره متلائمه مع المستوى ديالك، وبالتالي يعني ما يمكنش. طيب الان ندوزوا للجانب التنميه الذاتيه، يعني واش، وانا اعرف عنك هذه الاشياء، واش سيدي يونس يشتغل الان على ايجاد واحد المجموعات صغيره من المخترعين من الشباب؟ هل يساهم يونس في المناوله، ما يسمى بالمناوله، مناوله هذا لو سافوار فيغ، يعني نعطيوه للجيل الاخر، نعطيوه للتلاميذ باقيين جداد، باقيين واحد يعني طينه صالحه للتشكيل، ام انه اكتفى بنفسه ويشتغل فردانيا، يعني يشتغل لتطوير اختراعاته والابقاء على هذا الالقاب؟ لا انكر ان الاشتغال بطريقه فرديه يريحني اكثر، ك يعني كتركيب سيكولوجي ديالي شخصي، ولكن
هذا بالنسبة للأعمال الخاصة ديالي العلمية، ولكن هذا لا يعني التنسيق والبحث عن مجموعات كما قلتي أو على مواهب في ميدان الابتكار والاختراع، وهذا الشيء كنقوم به ماشي بوحدي مع إخوة. كنبحثوا باش كاين حتى مشروع أو في تصور ديال إنشاء فيدرالية تضم جمعيات المخترعين المغاربة، قصد يعني باش تكون تمثيلية خارج الوطن، تمثيلية مشرفة مهيكلة مقننة ويكون شاملة، لأن كاين مواهب ما شاء الله يعني على مستوى عالي كنلقاوها إما بالصدفة أو لا في مؤسسات تعليمية، ولكن ما كتوصلش ما كتبانش. إذا كنحاولوا من خلال التواصل الشخصي يعني بمجهودات شخصية ما يعني ماشي رسمية، كذلك من خلال وسائل التواصل الاجتماعي الفيسبوك أو هكذا كنحاولوا نتعرفوا على الأفكار والأشخاص، قصد يعني المساعدة وكذلك يعني التنسيق. طيب احنا الآن غنختموا الحلقة بذكر بعض الأسماء الملهمة اللي كانت ملهمة بالنسبة لك سيدي يونس، أسماء مغربية في الاختراع مثلا، شكون الأسماء اللي تقدر تذكر؟ الأسماء المغربية نقدر نقول لك الصديق اللي عندي في الفيسبوك هو رشيد يزامي اللي كان نحترمه صاحب بطارية الليثيوم، هذا على المستوى الوطني. وكذلك كاين يعني مجموعة من النماذج، بحال مثلا نقدر نقول لك تيسلا، نقدر نقول لك توماس أديسون، نقدر نقول لك مجموعة من هادو على المستوى. كاين واحد الاسم مغربي بغينا نذكروه ونترحموا عليه كذلك، ماشي مشكل، اللي هو سي عبد الله شقرون هو ابن مدينة تطوان، كان فتح هذا المجال هذا وبدع فيه كذلك وتدول اسمه بقوة عليه رحمة الله. الآن هل ترى أنه الآن المغرب وضع رجله بثبات وبقوة على محاريب الاختراع ومنابر الاختراع، يعني لا رجعة في هذا الأمر هذا؟ لا، هو لا رجعة، هو تحصيل حاصل هذا المسألة ما شاء الله، تحصيل حاصل كما أقول الشعار اللي كيعجبني وما كان نملش من الترديد ديالو، اللي هو الابتكار أو الاندثار، يعني الدولة أو الكيان الذي لا يبتكر لن يستمر، يعني كيفما كان شخصا أو لجماعة أو لمؤسسة أو لغير ذلك. إذا الابتكار فهو ضرورة ملحة لكي نستمر، حتى على المستوى الذاتي حتى على المستوى الشخصي يجب أن نبتكر دائما. وماذا يمكن في آخر الحلقة في جملة أن تقول لكل الشباب الذي يتابعك الآن؟ في الحقيقة في جملة ما تكفينيش السي ناجي. نعم. ولكن قدر نقول لك أنا من مقومات النجاح أو التميز بصفة عامة، يجب الإنسان أن يكون أن يتخذ قرارا للنجاح، فالنجاح لا يأتي يعني صدفة. إذا فالنجاح هو قبل كل شيء هو كاريزما، يعني يجب على الشخص أن يكون قادرا على اتخاذ القرار لكي ينجح أولا، ثم بعد ذلك يجب أن يبلور هذا القرار إلى تحديد الأهداف، لأن كما هو معروف من يسير بدون هدف فكل الطرق تؤدي إلى ما لا هناك. سأسمح لنفسي ألا أختم الحلقة بتعليق ما قلته يكفي، أقول لشبابي دامت لكم مسرة الاختراع وكل اختراع وأنتم بألف ألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.